السلام عليكم. من شاف الطاولة حقي فيه بالجزء هذا مساحة يعني فاضية، طبعا هو لها قطعة تغطيها، لكن أنا جاب بالي إني ممكن أستغلها بحيث إني أضع عليها طاولة الراوتر. طاولة الراوتر هذه ممتازة وأنا شريتها، لكن عيبها أنها حقيقة يعني قصيرة، فلازم أنها تكون أحط على شيء يرفعها أو أنها على الأرض. فقلت أشيل فقط السطح هذا وأحاول أركبه في المنطقة هذه، بيوفر عليه مساحة، وأيضا المساحة اللي أسفل الطاولة ممكن أستغلها إني أسوي فيها دولاب صغير أخزن فيه الأدوات الخاصة بالراوتر، الريش والأشياء التابعة للأكسسوارات، بالإضافة للأشياء الخاصة بالشارج إن شاء الله. فإن شاء الله هذه الحلقة تكون عن كيفية يعني تثبيت طاولة الراوتر على نفس المنشار بالإضافة إلى صنع الدولاب أسفل منها.
وبكذا نكون انتهينا من تركيب الطاولة، وأصبح يعني المساحة مستغلة بشكل جميل جدا، وأصبح عندي دولاب الأسفل أستطيع أن أضع فيه جميع الأكسسوارات الخاصة في الجهاز الراوتر والخاصة بجهاز منشار الطاولة، بحيث أنها تكون في متناول يدي. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتم بالحلقة، وأدعوكم للاشتراك في القناة إن كانت هذه زيارتكم الأولى، ولا تنسون الإعجاب في الحلقة ومشاركتها مع من تحبون، ولا تنسون تكتبوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم عشان نطور في قناتنا للشيء اللي يرضيكم إن شاء الله، وفي أمان الله. وبسيرة مثلى الصورة هذه جميلة، والصورة هذه لا